بسم الله الرحمن الرحيم، اخوانا حي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقره سؤال وجواب. سؤال من ابراهيم محمد بيقول انه هو قسم خليه وفيها نحل كويس 3 براويز وحط لها بيت ملكي. الان برجع بيقول لي بعد 10 ايام، يعني قبل 4 ايام من الموعد الفقس، طب كيف بيت ملكي وبعد 10 ايام بيكون ظل 4 ايام للفقس؟ في مشكله، لكن اجمالا المشكله عنده انه صار في تكذيب. هاي واحدة من المشاكل في الربيع. لما بنقول قسم في الربيع بدك تقسم على بيوت ملكية جاهزة للفقس، لأنه إذا طال الأمد بالنحل، إذا قسمنا النحل في الربيع وطال عبين ما تطلع عذرة وبعدين تتلقح وإلى آخره، هاي فترة طويلة جدا في الربيع بيكون في سرعة في التكذيب. لذلك الأفضل أنا بقسم اليوم، بيتم الخلية 24 ساعة 48 ساعة فقط، بدخل بيت ملكي بده يوم يومين بفقس، بعديها خلال 10 أيام بيكون عندي ملكة ملقحة وبياضة وشغالة. النحل ما بيكذب بهاي الطريقة. أما الطريقة التقليدية ففرصة التكذيب عالي جدا. الحل يا إما بتضمها، يا إما بتحط لها بيت ملكي مغلق. ممكن تحط لها عذرة، ممكن تحط لها ملكة ملقحة، ممكن طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار كل المحاذير في فيديو خاص عن موضوع معالجة الملكات الكاذبة. سؤال من بيسو بيقول يعلم الملكة قبل التلقيح ولا بعد التلقيح؟ جاوبنا على ذلك، بصير قبل وبصير بعد، لكن إذا بعد التلقيح أنا بفضل إنه ما تلقحها، يعني تعلمها مباشرة بعد التلقيح. زي ما إحنا كشفنا ذاك اليوم، في ناس سألوا ليش ما بتعلم الملكات؟ لا، الملكة بعد التلقيح بتركها حوالي 2 إلى 3 أسابيع بدون عبث. بعد 3 أسابيع بشوف في الحضنة كيف نمط الحضنة، وبناء عليها بنعلم الملكة وبتكون جاهزة. في واحد بيقول لي كمان اللي هو بو شرابة توفيق بيقول إنه بيعلم الملكة بيقتلها النحل، حتى لو قفص عليها 24 ساعة برجع النحل بيقتلها. أنت بتستخدم مادة خاطئة في تعليم الملكة. إذا تستخدم المادة المخصصة لتعليم الملكات ما بصير هذا الكلام. وسردار من العراق، نحل زاحف على باب الخلية. أنا يعني سؤال مزعج دائما هذا صراحة، بقدرش أحكم عليه عن بعد، لكن إجمالا النحل الزاحف إذا استثنيت المبيدات، أو السموم، أفضل شيء هو التخلص من الملكة القديمة وتغيير الملكة، لأنه في الغالب هو سبب مرضي، والمرض يفضل التعامل معه من خلال تغيير السلالة. لست من أنصار استخدام العلاجات لمعالجة الأمراض صراحة، يجب الذهاب إلى البحث عن السلالات المقاومة أو الصفات المقاومة. مامي تيسيليا بيقول النحل صار يجمع، يخف جمع حبوب اللقاح، وصار يجمع رحيق ويخزن ويضغط على الملكة أنها ما تبيض. هذا تصرف طبيعي للنحل في فيض الرحيق، يبدأ بالتضييق على الملكة من خلال تخزين العسل في العيون الحضن التي تفقس. أرسلان عنده خلية قسمها وطلعت الملكة وتلقحت، أمورها تمام، بصير يدعمها برواز حضن مغلق من خلية شرسة؟ هسه من خلية شرسة، إذا خايف إنه قصدك الشراسة تقتل الملكة، يعني في الغالب لا، لكن الشراسة إنك أنت تتعامل معها. قد يحدث إنه أنقل أنا برواز حضن مغلق من خلية شرسة إلى خلية أخرى وتبطل تروح الشراسة، وارد. لكن إجمالا دعم التقسيم الجديد، التقاسيم الجديدة دعمها ببرواز حضن مغلق أمر ضروري. وحسين المصري بيقول ما هي رأيك بطريقة ديماريل لجمع العسل؟ ذكرنا إنه يمكن استخدامها لمنع التطريب وجمع العسل، برضو جيدة. اسماعيل بوشير تعليقا على التكلس، احنا قلنا غير الملكة، بس هو بسأل لازم اغير الصندوق والاطارات؟ عموما لا، لكن اذا كان فعلا التكلس جدا سيء بحيث انه البرواز مليان كله مومياءات والصندوق ارضيته كله مومياءات، يفضل انك تغيره، مع الملاحظة انه لو جيت على انظف خلية ما فيها تكلس واخذت منها سواب وديتها للمختبر قلت لهم فيها فطريات التكلس، راح يقول لك موجود فيها. طب ليش ما ظهر فيها اعراض؟ لان الخليه مقاومه. فموضوع السبورات او الفطريات هذه بتكون موجوده في معظم الخلايا، ليش بتظهر هون وما تظهر هون؟ هي العلاقه بالسلاله. لذلك احنا قلنا غير الملكه. فانا عاده ما بغير الصندوق صراحه، لكن اذا كان في كثير اصابه بحيث ان المومياء والمسببات المرضيه يعني موجوده بكثره، يفضل انك تغيرها. وعبدو ابو فناس بيقول لي كم نسبه البروتين عندك في العجين البروتيني في فيديو البروتين؟ تقريبا انا بقدرها بين 15 و20% نسبه البروتين. محمد الفاتح بيقول قسم خلايا والخلايا طلعت فيها عذراء، وبعد ما طلعت فيها عذراء بدا النحل ببناء بيوت ملكيه، هذا مؤشر على فشل العذراء.
إما أنه العذراء قتلها النحل، أو العذراء طلعت الجولة الأولى للاستكشاف ولم تعد، أو طلعت الجولة الثانية للتلقيح ولم تعد. فبناء البيوت الملكية في خلايا فيها عذراء مؤشر خطير على فقدان العذراء وأنه في مشكلة. سؤالك الآخر، أفضل طريقة لمنع التطريد، أحيلك إلى كل الفيديوهات التي تحدثنا فيها عن التطريد. سؤال آخر، محمد الفاتح، الرقم 6 والنحل، حكمة بناء النحل للعيون بشكل سداسي، تم دراسة هذا الموضوع من الناحية الهندسية وأثبت أن من الناحية الهندسية أقوى الأشكال وأكثرها قوة ومتانة وتتسع، يعني تتسع لأكبر قدر ممكن من العسل، هو العيون السداسية. وبيقول هل تذويب الإطارات، نذوب الإطارات بيرجع إنه الإطار مش كويس ولا إنه بس عدد السنوات؟ إذا كان أسود يفضل إنك تغيره، إلا إذا كان للعسل، مع إنه يعني حتى للعسل في ملاحظات. يعني هسا المنطقة اللي بتكون فيها مبيدات، استخدام مبيدات بشكل كثير، النحل حتى لو لم يمت من هذه المبيدات فإن جزء من هذه المبيدات سيتراكم في الشمع، فبعد عدد من السنوات حتى لو إنه هاي الإطارات مخصصة للعسل فقط ربما بحاجة إلى تغيير. لكن الأكيد لازم تغيرها هي الإطارات التي يتم تربية الحضن فيها، بعد سنتين يفضل أنك تغيرها. أغلب المراجع الآن، زمان كانوا يقولوا كل 3 أو كل 4 سنوات، بعدين صرنا نقول كل 2.5 سنين، بعدين الآن الدراسات تقول لك لا كل 2 سنين وربما أقل من ذلك حتى. الآن أي إطار فيه مشكلة، فيه طعجات، فيه تشوهات، فيه كذا، في الغالب أيضا يفضل أنك تغيره. أما كيف يستخدم أو كيف يستبدل النحل شمع طبيعيا في الخلايا اللي في الجبال وفي الأشجار؟ من خلال عثة الشمع. وهل من أسباب التطريد الطبيعي هو الشمع الأسود؟ نعم، مشجع على التطريد. هل الشمع الذي يبنى به البيوت الملكية أو شمع الختم أو العيون السداسية هو إفراز واحد وبالتالي نفس الشمع؟ لا، يختلف صراحة، خصوصا اللي هو الختم، هذا بيكون فيه حبوب لقاح وعكر أكثر. اللي بيبني منه الشمع العادي لا، بيكون شمع غالبا صافي. اللي الكؤوس الملكية بتكون بداية بنائها من شمع قديم إلى حد ما شوية، وممكن يكون تركيبه شوي مختلف. وهل هنالك أداة بسيطة أو آلة بسيطة في متناول النحال لصناعة شمع الأساس؟ نعم، في قوالب سيليكون متوفرة. سؤال من أحمد سعد أحمد، سؤال جيد، كم عدد الكروموسومات الذكور والملكات والعاملات؟ الملكات والعاملات فيها 16 زوج من الكروموسومات، 16 زوج، بيكون زوج من هذه الأزواج جاي من الأب والزوج الآخر جاي من الأم، لذلك تسمى ديبلويد، ثنائية الكروموسومات. أما الذكور فهي أحادية الكروموسومات، يعني فيها 16 نسخة فقط، نسخة واحدة من 16 كروموسوم. الآن إذا كان عدد الكروموسومات الذكور والملكات مختلف، فكيف يمكن للنحل أن يحافظ على عدد ثابت عبر الأجيال؟ هذه لها علاقة بطريقة إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات. فالملكة تنتج البويضات من خلال الانقسام الاختزالي، فال16 زوج بصير 16 و16. في الذكر هو 16 كروموسوم مش زوج، 16 كروموسوم، فيتم إنتاج البويض الحيوانات المنوية من الذكر بطريقة مختلفة عن إنتاج، فبيطلع عندي هون 16 كروموسوم نسخة واحدة، والملكة تنتج بويضة فيها فقط 16 كروموسوم نسخة واحدة، فعندما تلتقي النسخة مع النسخة بتصير زوجين، تعطيك عاملة أو تعطيك ملكة حسب التغذية. وإذا كانت فقط بويضة واحدة من الملكة بدون ما يكون فيها تلقيح، تطلع عندنا 16 نسخة واحدة فقط من الكروموسومات، فبطلع ذكر. أحمد عرفات بيقول عندي خلية طابقين ممتازة بالجمع لكن فيها شراسة غير محتملة، هل ينفع قتل الملكة ووضع بيت ملكي من خلية منتخبة هادئة بفترض؟ هل هذا سيؤثر على إنتاجها، علما أن القطف ممكن يكون في أول شهر 6؟ سيؤثر على إنتاجها وسيؤثر على فرص تلقح أو تلقيح هذه الملكة، فبدك تخلي هذا الموضوع بعينك، يعني حطه بذهنك. سؤال من نور الدين مقداد، كيف نستطيع تقدير حجم المرعى بالنسبة لعدد الخلايا؟ ولك الشكر الجزيل. صراحة هذه من أصعب أنواع الدراسات التي يمكن أن يجريها أي باحث، مش بالسهل أنك تستطيع أنك تحكم قديش هذا المرعى بتحمل خلية أو قديش بتحمل خلية. لكن في منطقتنا إحنا في الأردن
وقد يكون هذا الكلام يعني بدي أعطيك كمان يعني مؤشرات من دول أخرى. بس في أمريكا الشمالية مثلا مراعي هائلة جدا، ومع ذلك لا ينصحون بإضافة أكثر من 50 إلى 60 خلية في الموقع الواحد. أنا في الأردن من خلال تجربتنا حقيقة 20 إلى 25 ربما 30 خلية في حد الأقصى هو أفضل عدد من الخلايا للموقع الواحد. طبعا بيعتمد على غزارته، لسه لما تروح لمناطق شوية أقل غطاء نباتي ممكن تنزل لأقل من ذلك. فأنا بقول إحنا ما بين 20 إلى 50 أو 60 خلية للموقع الواحد، وأنت من خلال تجربتك ببين معك كم هو تقريبا، وهذا متفاوت من سنة لسنة ومتفاوت من موسم لآخر، وبالتالي يصعب صراحة من الصعوبة، لكن تراوح ما بين 20 إلى 50. محمد شام بيقول هل أستطيع أن أعالج بالأمتراز في فترة انقطاع الرحيق بين موسم الحمضيات وموسم الصيف؟ الجواب لا. بيقول لي بحثت عن الأوكزاليك أسيد والثيامول لم أجده. ما عندي مشكلة إنك تلاقيه ولا ما تلاقيه، بس لا تستخدم الأمتراز في فترة ما بين فترات الجمع. ومحمد جردات بيقول ما هي المواد الأقل ضرراً على النحل وأكثر أمان على النحل والعسل؟ الأوكزاليك، الفورميك، الثايمون. الأوكزاليك رقم واحد تبخيراً، بيجي بالدرجة الثانية الثايمول، وبيجي بالدرجة أو يعني الثايمول والفورميك تقريباً متقاربات، لكن الأكثر أماناً والأقل ضرراً على النحل والعسل هو الأوكزاليك تبخيراً تحديداً. وسؤال جيد من أحمد محمد بيقول هل النحل يحول عيون الذكر إلى عيون عاملات للملكة الجديدة؟ شوف النحل بربي ذكور إما في عيون مخصصة للذكور، أو في بعض الأحيان تقوم الملكة بوضع بيض ذكور في عيون عاملات. الآن إذا ملكة وضعت أو ربت ذكور في عين أصلا كانت عاملة، رح يطلع البيت الذكري كبير نوعا ما، لكن هاي العيون لو إجت ملكة جديدة راح ترجع تبيض في عاملات. أما البيت الذي بني على شكل عين سداسية كبيرة الحجم للذكور لا يستطيع النحل أن يصغرها ويرجعها للعاملات. نور الدين شنوفي بيقول تقاسيم جيدة، هل من التقاسيم في المكان نفسه ولا رحلتهم؟ لا أنا برحل تقاسيم، برحلهم ما بخليهم. وبسأل ما مدة الإطالة على التقسيم، ما المعمول مع التقاسيم الجديدة؟ احنا بنقسم من يتمها لمدة يوم أو يومين، نقوم بإضافة بيت ملكي جاهز للفقس بعد يوم أو يومين، ومن ثم لا نتصرف ولا نتدخل مع هذه القسمة بالمرة، ما بنفتح عليها، نتركها 14 يوم، نرجع عليها باليوم الـ 14 إذا أمورها تمام نبدأ بتغذيتها ودعمها. وجمال الطبيعة بيقول خلية فيها بيوت تطريد وخلاص بده يقسمها مع تحفظنا على التقسيم، لكن ما في قدامك خيار مرات. نعم في بيوت مغلقة وفي بيوت مفتوحة، لازم يقسم على بيت مغلق ولا ممكن يقسم على بيوت مفتوحة؟ ممكن، ما عندك مشكلة، ممكن تقسم على بيوت مغلقة وممكن تقسم على بيوت مفتوحة. أحمد تيجاني بيقول إذا وجدنا أكثر من بيضة، تعليقا على اللي ذكرته أنا في فيديو التقاسيم وتلقيح الملكات، بيقول إذا وجدنا أكثر من بيضة في العين السداسية لا يعني التكذيب. نعم صحيح، لأن الملكة في بداية وضعها للبيض يمكن أن تضع أكثر من بيضة، نعم صحيح، لكن هذا بيكون بيض ملكة كبير في الحجم وفي وسط العين السداسية. بيوض التكذيب إحنا بنعرفها، ففي الغالب بتكون أصغر حجماً وبتكون مشتتة، فلا أنا أعني ما أقول كانت بيوض تكذيب، للأسف بيوض تكذيب. سؤال من سوس أو ما أعرف الأسماء، في بعض الأسماء اللي غريبة مش راح نقراها. طيب عنده خلية مقسمة من شهر، لم تتلقح الملكة، لم تضع أي بيض، لم يجد الملكة، ربما خرجت للتلقيح لم تعد، وضع لهذه الخلية ملكة ملقحة مقفصة، فتح عليها بعد يوم، قام برشها بالمحلول السكري، تكور النحل عليها، أعاد التقفيز، ماذا تنصحوني؟ استخرج من النص 10 أخطاء. يعني أول شيء قسمت أنت، هل قسمت على بيت ملكي ولا قسمت وخليتها تربي بيت ملكي؟ إذا قسمت وقلت لها ربي بيت ملكي لحالك، هاي 12 يوم حتى تفقس عذراء، و14 يوم حتى تتلقح، هاي 26 يوم. إذا أنت مش متأكد أنه شهر، ممكن تكون العذراء على أبواب تلقيح، ممكن، وممكن ما تكون تلقحت، أو ممكن خرجت ولم تعد، فهذا الأمر ما بقدر أنا أحكم عليه من خلال النص. ثانياً، قام بوضع ملكة مباشرة، ما بقوم بوضع ملكة. إذا أنا شاك أنه العذراء موجودة أو مش موجودة، بحط برواز بيض ويرقات صغيرة بالعمر، إذا النحل بنى بيوت ملكية معناته ما في ملكة.
أما إذا ما بنى بيوت ملكية معناته الملكة موجودة أو العذراء موجودة، فما بروح أضيف ملكة مقفصة وهي فيها عذراء أو فيها ملكة. فالخطأ إنه أنت أضفت ملكة فقط يوم حجزتها غير كافي، حتى لو ما فيها عذراء وما فيها ملكة راح تحتاج إلى 5 6 أيام حتى يتعرف النحل على الملكة ويتقبلها. بعدين لما فتح عليها رش عليها مي وسكر وقال بدهوش النحل يهجم عليها، لازم يهجم النحل عليها، مي وسكر راح يهجم عليها وتكور عليها. ففي أخطاء كثيرة، أنا بنصحك إن تحط برواز بيض فيه يرقات وبيض، تشوف إذا النحل بنى بيت ملكي ولا، إذا بنى بيوت ملكية رجع الملكة مقفص عليها 4 5 أيام ثم أفرج عنها. أبو عبد الله بيسأل عن الفورمك، مع على الرغم من وجود فيديو إلا أنه بده يعالج قطف جزء من العسل وظل عنده شوية عسل، بده يعالج درجة الحرارة 25 ممتازة، هل يقوم بوضع الفورميك على الطابق الثاني ولا بين الطابق الأول والطابق الثاني؟ لا، بيناتهم أفضل. وهل 25 ملي كل 10 إطارات تقريبا مناسب؟ وما عدا ذلك الفاصل بين أيام العلاج تقريبا بين 7 أيام إلى 10 أيام بين المعالج والمعالجة. والطريقة الصحيحة لكسر تركيز لازم يكون تركيزه 60-65%، إذا كان أكثر من ذلك بدك تغير التركيز. ويفضل فتح البوابة، أهم شيء تفتح البوابة بالكامل عند المعالجة بالفورميك. وسؤال من كوب تالات، لبناء أساس كم من مرة نغذي؟ غذي كل يوم، كم من وقت بين كل تغذية؟ ممكن كل يوم حسب الكمية، بس أنا مثلا بغذي بالمرتبان، لو غذيت كل يوم ما عندك مشكلة. إذا بتغذي أنت بكميات كبيرة يعني 2-3 لتر مرة واحدة، ممكن كل يومين والثالثة تغذي. وبالنسبة لبناء الأساس ممكن تغذي على طول ما عندك مشكلة. جمال الطبيعة، كشف على خلايا بعضهم فيها بيوت ملكية مفتوحة ومغلقة وفيها ملكة وفيها بيض، والنحل بيبني أساسات، يعني النحل داخل في حمى التطريد ويبني الأساس، وعلامة استفهام. يعني هي مش فقط هيك مباشرة، يعني العملية بالتدريج، فممكن النحل يستمر شوي ببناء الأساس، بيكون لسه يعني ما دخل في المرحلة الخطيرة في موضوع التطريد، فربما بهاي المرحلة ممكن نتجاوزها بتدمير البيوت الملكية. إذا بدك تمنع التطريد بهذه الطريقة، تدمر البيوت الملكية، بما أن الملكة بياضة وشغالة وحجمها جيد وبتبني أساس، معناته أنت لسه ما دخلت في المرحلة الخطيرة. خلية أخرى طاعة 20 إطار والملكة بتبيض في العاسلة، يعني شكلها مش محجوزة، والنحل بيخزن العسل في طابق التربية. بيخزن في طابق التربية هذا أثناء النهار لما بيكون في فيض، النحل أسهل له أن يخزنه في طابق التربية، لكن لو تركته لثاني يوم أو بعد هذا راح تلاحظ أن النحل نقله من طابق التربية إلى العاسل. بس بما أنه الملكة طلعت على الطابق الثاني فراح تكون مساحة الحضن فوق أكثر، في هذه الحالة يفضل أن تحجز الملكة في الطابق الأول وتخلي النحل يخزن العسل في الطابق الثاني. أحمد رجاح بيقول، هل نجهز الإسفنج اللي فيها الفورميك أسيد في البيت ونحطها بالكيس وبعدين ننقلها للمنحل؟ إذا كان الكيس محكم الإغلاق جيد بحيث أن الفورميك ما يتسرب، ممكن نجهزهم في البيت بس تروح على المنحل تثقبهم وتحطهم، بصير. لا يوجد في الجزائر حمض فورميك كحمض وحده، في حين يوجد دواء من مركباته الفورميك 60% اسمه نوفوباكتر وآخر اسمه فنجيسول، هل أستعمله؟ بدي أعرف شو باقي المكونات قبل ما أنصحك. وبالنسبة للتكلس، هل يجب نزع إطارات التغذية وحبوب اللقاح أيضا والحضن التي تظهر سليمة؟ زي ما حكينا جاوبنا على التكلس، ليس بالضرورة، لكن إذا بدك تكون أفضل ممكن تتخلص منهم كلهم. وزيد بشارات بيقول، عملت مثلك تقسيم خلية طاردة بإطارين لكن بالمنحل نفسه، خلاهم بالمنحل نفسه والحمد لله نجح، ممتاز، بلزم ندعمهم إطارات حضن مغلقة بعد نجاح الملكة في التلقيح ووضع البيض؟ نعم دعمهم. ورائد سعد بيقول، بالنسبة للتقاسيم، هل تلقيح هذه القسمات من نفس المنحل أم من مناحل أخرى؟ لا أستطيع أن أخبرك لأنه هذا تلقيح طبيعي. أين هو تجمع الذكور؟ ما هي نسبة ذكور المنحل في هذا التجمع؟ في الغالب راح تكون مساهمة أكبر من مناحل مجاورة في الغالب، لأنه تلقيح طبيعي. وكيف تتجنبون زواج الملكات من الأقارب؟ هذا موضوع تماما مختلف، هذا بيعتمد على أنت في منحلك هل تقوم بتربية ملكات من أكثر من أم ولا لا، وهذا هو الأفضل طبعا. عماد لمين العبيدي بيقول، هو ملاحظ أنه أنا القسمات اللي ما نجحت فيها العذروات في وضع البيض حطيت عليهم عشب. اللي حطيت عليهم عشب يعني هاي لسه ما حكمنا عليها انه تلقحت الملكه، فنحط عليها عشب معناته فيها عذراء لسه ما تلقحت.
فبنرجع عليها بعد مره لما بنرجع على التقاسيم هاي. اللي ما عليها عشب معناته اموره تمام، حطينا عليه الملاحظات امور تمام. اللي عليها عشب معناته في عليها ملاحظه، بنرجع نكشف عليها. بدل ما نكشف على كل الخلايا بنكشف على الخلايا اللي فيهم مشاكل فقط. سؤال من جيل المعلومه بيقول: ما هو تفسير غياب الذكور وحضنه الذكور بالمنحل حتى هذا الوقت في منطقه جبليه؟ وين، في اي منطقه هاي؟ في الاردن؟ غريب، المفروض انه الان الذكور والحضنه الذكور يعني بشكل ممتاز. هل هذا دلاله على نوعيه الملكات او جودتها؟ ليس بالضروره. سؤال ثاني: الى اي حد قد يؤثر وجود الخلايا تحت ظل الاشجار خلال موسم الفيض؟ هسه يعني في الظل مش كويس في الشتاء وبدايه الربيع، لكن بعد هيك لو كانت في الظل ما في مشكله. هل يمكن تركها تحت الاشجار طول السنه؟ طول السنه لا. حول العجين البروتيني والسكري استخدامها حسب شهور السنه ومراحل تطور النحل، ممكن تستخدمها، ويفضل فتره الوفره انك ما تكون تستخدمها، اما في باقي الاوقات يمكن استخدامها. عندنا في مناطقنا بتكون يعني قرابه 9 اشهر ممكن نستخدم العجينه البروتينيه وحتى العجين السكري. بعد كم يوم نتفقد التقسيمات بدون مشاكل؟ 14 يوم بعد وضع البيت الملكي، اللي بده يوم او يومين فقس بس، قبل هيك لا تكشف. وعبد القادر الخطيب بيقول: لاحظ هو انه انا لما نزلت بعض البراويز الممطوطه كان عليها زوائد شمعيه، هل تركتها لعدم الوقت ام لمغزى اخر؟ ما انتبهت عليه والله، جزء انه بجزء اني ما انتبهت. وعبد الله الشحود بيقول: اذا داوينا بالاوكزاليك اسيد بياثر على النحل في هذا الوقت، كيف بدك تعالجه؟ كيف، هل هو تنقيطا ام تبخيرا؟ تنقيط لا يمكن تكراره، التبخير يمكن تكراره، وفي كلتا الحالتين سواء تبخيرا، تبخير تحديدا ما في له اي مشاكل، فقط انت كنحال انك تاخذ الاجراءات السليمه لمنع استنشاق الاوكزاليك تبخيرا. وحسين يخلف بيقول: هل ما عنده جهاز جنتر وحاول ترك الخليه تنضغط للاستفاده من بيوت التطريد، هل هذه الفكره جيده؟ واذا كان جوابك نعم، ما هي افضل وسيله لقص البيوت الملكيه؟ هي ليست طريقه جيده، لكن اذا ما في عندك خيار اخر انت مجبر. كيف تقص البيوت الملكيه؟ بدك شفره حاده جدا وتقصه. سؤال من هيمن بيقول: سؤال صندوق 10 اطارات كثيف من النحل الحاضن عند استخدامه كخليه بادئه، بتحمل اضافه كم كاس ملكي؟ يعني اذا كان فعلا 10 اطارات كثيف في النحل الحاضن ممكن يعني يبني 60 و70 واكثر من ذلك حتى، فقط كبادئه فقط، لكن يجب نقلها الى متممه، ما بصير تخلي هذا العدد في الخليه البادئه. في الخليه المتممه السؤال الثاني عنده 13 اطار فقط، يعني 13 اطار متممه لا انصح، يجب ان تكون على الاقل 15 16 17 برواز حتى تكون متممه، حتى اذا كانت 20 بيكون افضل. اما بهذا الحجم خليه زي هاي متممه ممكن ما تكمل لك اكثر من 20 بيت ملكي. اما لو كانت خليه فيها 20 اطار نحل ممكن تكمل لك 50 و60 بيت ملكي تتم كتكمله متممه. حسين برتيت بيقول: بعض الملكات تغيب عن الوعي بعد ما يمسكها أول مرة بدأ تعليم الملكات، معناته ماسكها غلط، مسكتها من منطقة البطن. الإمساك من منطقة البطن ومنع الملكة من قدرة على التنفس بيغيبها عن الوعي. هذا التغيب عن الوعي قد تعود الملكة مرة أخرى للوعي مرة أخرى وتمشي أمورها وتمشي ما في مشكلة، وفي بعض الأحيان قد لا يسعفك الحظ وبالتالي قد تموت هذه الملكة. لكن أول ما تغيب عن الوعي ممكن تعطيك شعور أنها ماتت، لكن بعد دقيقة دقيقتين ممكن ترجع الملكة تتنفس أمورها تمام. لكن إذا كان فيها صار ضرر كبير، يعني هي ممكن ترجع للحياة لكن ممكن تكون أنت أضريت فيها، يعني عملت فيها عيب ما معين، هذا لاحقا ممكن النحل يقوم باستبدالها أو قتلها. بيقول انه في ملكات تموت عند الترحال، نعم هاي واحد من المشاكل، عندما نقوم بترحيل النحل بيصير في موت للملكات. وفي خليه مجننته مش قادر يلاقي الملكه، لكن في يوم مبارك وجدها فوق الاطار، حلو التعبير. قام بده يعلمها، بعدها اكتشف ان الملكه لها ميول الهروب داخل الصندوق عند بدايه اخراج اي اطار. هاي الخلايا عاده اللي بس نكشف عليها مباشره الملكه بتهرب عن الاطار، تلاقيها صارت على الارض او على الجدران، هي من الصفات السيئة يفضل أنك تغيرها. محمد شام مدقق بالفيديو كويس، حتى العطسة يعني جايبها. على كل حال
كيف عرفت ان الوضع الخليه ليس صحيحا؟ بمجرد ما كشفت على الخليه يقول لي كيف عرفت ان وضع الخليه ليس صحيحا؟ وفعلا لما كشفنا عليها اتضح انها تكذيب. هذه من الامور التي لا استطيع ان اعبر عنها، ان حال من الممارسه والخبره يصبح من مجرد ما يفتح الغطاء يشعر بان هذه الخليه طبيعي او فيها شيء غير طبيعي. مرات من الصوت، مرات من الاهتزاز، مرات من اشياء معينه تعطيك شعور انه في شيء غلط ويتبين انه هذا الكلام، لكن ليس بالضروره 100% دائما من الحالات. اشاره جي تعني جنتر، و22 ايش بتعني؟ لا صراحه جي ليست تعني جنتر، جي هي تعني رمز للام، فانا الام مسميها جي، فاي بنت من بناتها بسميها جي، تمام؟ وليس بالضروره جنتر. 22 يعني هذه ملكه ليست معروفه الام، في الغالب اما بتكون عذراء او اجينا على خليه بتطرد او اجينا على خليه وما بدي انا خلص هاي الخليه، عاده لما بحط عليها رقم هاي الخليه ما بدي اياها تستمر اني ارد ارجع اربي منها والى اخره، فعاده بحط عليها فقط سنه الانتاج اللي هي 22. بيقول الخليه اللي حطيت عليها عشبه وفيها بدايات تكذيب هي خليه فيها عذراء، فيها تكذيب لكن وجدنا العذراء، فأنا وحطيت لها برواز فقط من أجل أني عادة لما نبدأ بالكشف على الخلية ونرفع الأساس ونلاقي النحل نفخ الأساس فهذا مؤشر جيد على أن الملكة تلقحت أمورها تماما. فأما لو خلية مكذبة لا، يعني ليس علاج التكذيب أن أضيف له أساس. ورشيد شرين بيقول عجبته تغذية النحل بالكؤوس الزجاجية، بس هو بيقول أنه بيعملها وعامل ثقوب صغيرة في الغطاء، لكن بمجرد ما يقلب الكأس بخرج المحلول بغزارة، معناته الإغلاق ليس جيد. راح نعمل فيديو. بخاري علي بيقول عنده خلية حط لها عاسلة، بدأ النحل بجمع العسل، بعد أسبوع صعدت الملكة العاسلة وباضت في البراويز هذه وتركت صندوق التربية، وعند التفقد وجدوا بعض البيض لكنه مبعثر في صندوق التربية. عشان هيك هاي الخلايا يجب أنك تحجز الملكة في طابق التربية، استخدم حاجز الملكات. وأبي موسى بيقول ليش ما تعلم الملكات الآن لما فقدنا التقاسيم وملكة ملقحة أمورها ليش ما علمناها؟ أجبت عن ذلك، بدنا نصبر عليها حوالي 3 أسابيع قبل أن نقوم بتعليمها. وأسمر الأسمر مصر على استخدام السكر، المرة هاي حاط البني مش الأسمر. لماذا لا يجب التغذية بالسكر البني؟ لأن السكر البني هو عبارة عن سكر مضاف له الملاسز، والملاسز عبارة عن مادة سامة جدا للنحل فلا يجب استخدامه. وطيب عبد الله بيقول متى كان يوم تقسيم أول خلية في الدرس؟ عادة بين التقسيم والكشف على تفقد الملكات 14 يوم. ومسلم بنوت بيقول بعد كم يوم من فقس تبدأ الملكة بوضع البيض؟ الملكة إذا فقست اليوم، في اليوم الرابع أو الخامس تطير طيران تجريبي، في اليوم السابع أو الثامن تتلقح، تأخذ يومين على الأقل فترة حضانة قبل أن تبدأ بوضع البيض. فأبكر شيء ممكن تبيض فيه الملكة بعد الفقس 10 أيام، لكن ممكن لغاية 12 يوم، إحنا بنعطيها لغاية 14 يوم عشان نكون إيش كل الاحتمالات انتهينا منها. ودائما يا رب ارحمنا برحمتك بده يزرع شجر خصيصا من أجل النحل، شو ممكن يزرع حسب منطقتك وحسب الظروف وحسب ما هو متاح، يعني صعب الإجابة بهذه الطريقة، لكن من الأشجار اللي تعتبر جيدة للنحل أشجار الكينة مثلا، وهنالك أصناف كثيرة من الكينة، ولكن ليس تحديدا فقط الكينة، هنالك العديد من الأشجار وحسب منطقتك. يعني مثلا الكينة عندنا في منطقتنا في وادي الأردن في الأغوار لا يجدي نفعا، ما بيستفيد منه النحل، بينما الكينة مناسب في المناطق الشفا والجبل. عماد جروان بده يضم خلية مكذبة لتقسيمه، هل هنالك أي إجراءات ممكن عملها على إطارات الخلية المكذبة قبل الضم للتخلص من البيض الكاذب وحضنة الذكور؟ يعني ممكن إذا شفت كثير البرواز يعني في كثير حضنة الذكور وكثير في بيض تكذيب، ممكن فقط تنفض النحل، ما بدي أنا أنقل هذا الإطار، تنفض النحل على التقسيمة ماشي؟ أو ممكن تحط حاجز ملكات وجريدة وعاسلة وتنفض النحل فوق بالعاسلة وتشيل الإطارات هاي حتى يعني ما بدك إياها. رضا البليدي عنده مشكلة تقبل بيوت ملكات في التقاسيم، النحل يخرب البيوت الملكية، يجب أن تيتم التقسيم، إذا عندك مشكلة من هذا النوع خلي القسمة تتيتم 48 ساعة
مش 12 ساعة أو 24 ساعة، خليها 48 ساعة، هذا أولا. ثانيا، البيت الملكي اللي بدك تنقله للخلية هاي يفضل أن يكون باليوم الـ14 من بيضة، تحسب من 14 من يوم بيضة ل 14 يوم، يعني بضل لها يومين للفقس. ما تحطها لا أبكر كثير ولا متأخرة كثير، حاول على 14 يوم. عوض المالكي، من الذي يحدد نوع السلالة، الذكور أم الملكة للمحافظة على السلالة؟ كلاهما لهما دور في السلالة. محمد شام بيقول أنه عنده بداية بيت ملكي تطريد لكنه فارغ، خليته 7 إطارات وأربعة حضنة، يعني هاي ما بدها تطرد، معقول 7 براويز وأربعة حضنة بدها تطرد؟ هاي فيها مشكلة معناته. أما البيت الملكي فارغ ما بستفيد منه شيء، إذا صار في يرقة ممكن تفكر لاحقا. عادة إذا وساوت بيت ملكي وفي يرقة وكل شيء وفيها 7 نحل، في الغالب هاي الخلية يجب أن تقوم بتغيير الملكة. ممكن تأخذ سنيل جروف، ممكن تساوي كثير أشياء، لكن على الوضع اللي أنت تحكيه فقط بيت ملكي فارغ والخلية بعدها 7 إطارات، أنا أعتقد أن أنت بحاجة لتغيير ملكة. لطفي رويسي بيقول، هل البيت الملكي الأملس ينتج حتما ملكة رديئة؟ سؤال جيد. واحدة من علامات أن النحل قام برعاية البيوت الملكية بشكل جيد أن يكون البيت الملكي من الخارج خشن وعليه شمع وعليه هيك زي الرسومات. إذا كان البيت الملكي أملس معناته هذه البيوت الملكية تعرضت لظروف غير مثالية، وبالتالي يعني تعطينا مؤشر غير جيد بالنسبة للملكات من حيث تربيتها. نعم، ولكن ليس دائما بالضرورة، يعني دائما هنالك استثناء، هنالك قاعدة وهنالك دائما استثناءات. وبهية من غزة، متى يجوز نقل الخلايا من مكان إلى مكان آخر؟ في أي شهر؟ ليش النقل؟ ما هو السبب النقل؟ إذا كان النقل لأنه أنا بدي أغير المكان، ولا أنا بدي أنقل لأنه بدي أخلص المرعى وبدي أروح لمرعى ثاني، فأي وقت يلزم تغيير المكان غير مكان النحل. نتجنب فقط الأيام الباردة جدا اللي بيكون النحل عامل فيها العنقود الشتوي، ما لازم ننقل فيها النحل. إذا كانت الخلية كثير مضغوطة وما في إلها تهوية جيدة وسكرنا عليها والدنيا حامية، ممكن تموت الخلية نتيجة الحرارة العالية، فإلا إذا هويتها. فرقد العلواني، اختصارا، عنده خلية كذبت وضمها أو ضم إلها خلية فيها ملكة وتقبلها النحل والملكة شغالة، بس الملكة بتبيض والكاذبات ببيضوا، فمن سيسيطر؟ ستسيطر الملكة، لكن بالتدريج. رياض العمارين بيقول، لو واحد خلى الخلية 3 مواسم بلا فرز، قصدك 3 مواسم بنفس السنة ولا 3 مواسم يعني 3 سنوات؟ هسه 3 سنوات لا أعتقد أنه هذا إجراء جيد. أما 3 مواسم قصدك أنه مثلا حمضيات ثم نقل النحل بدون فرز إلى مناطق شفا ثم نقلهم إلى مناطق جبل وجمعهم مع بعض، هل يؤثر اندماج أنواع العسل في مثل هذه الحالة على جودته وصفاته العامة؟ لا، هو بده يصير أنه أنت بدك تقول للمستهلك هذا شو هو العسل. إذا بدك تدعي أنه هو عسل جبلي بده يكون فيه غش، لأنه راح يكون فيه جزء منه حمضيات وراح يكون جزء منه غير ذلك. فبدك تكون فقط توضح للمستهلك اللي بيشتري منك العسل انه هذا العسل هو عبارة عن خليط من عسل الأغوار مثلا الحمضيات والشفا والجب. اما التأثير على صفاته صراحة بيكون افضل بهذه الطريقة، لانه النحل راح يكون نضج العسل بشكل ممتاز. محمد شبيب، عذراء 10 أيام منذ خروجها من البيت الملكي ورآها تخرج من الخلية اكثر من 3 مرات لكنها لم تتلقح، ما السبب؟ لا اصبر، احنا 14 يوم من فقسها، اعطيها 14 يوم بعدين بنحكم. انه شو يعمل لو ما باضت؟ ممكن تحط لها برواز في بيض ويرقات تتاكد اذا النحل قام ببناء بيوت ملكيه معناته العذراء فيها مشكله. وريان زيود بيقول، لماذا يبني النحل عندي بيوت ملكيه على اطارات العسل؟ هذا ضعف في الملكه وضعف بالخليه، يفضل تغيير الملكه. علي منصور بيقول، انه عندكم بدا موسم العسل، شو اللي بترفع من بيت التربية واطارات؟ احنا بنرفع من بيت التربية اطارات حضنة مغلقة الى العاسلة ونقوم بالتوسيع للملكة حتى لا تشعر بالاكتظاظ، وبالتالي ايضا التخلص من الاطارات القديمة السوداء من طابق التربية ورفعها الى الطابق الثاني حتى النحل يخزن فيها عسل ثم نتخلص منها في نهاية الموسم ونعطي فسحة للملكة تحت. جمال العمري بيقول، ما هي العوامل التي تلعب دورا في تسريع او تاخير تلقح العذراء؟
عدد النحل في الخلية، فيض الرحيق، وجود عوامل خارجية سيئة، عوامل طقس، كل هذه لها دور في تسريع أو تلقيح العذراء. الظروف المثالية للتلقيح العذراء قسمه ثلاث أربع إطارات نحل بالحد الأقصى، تكون القسمة موجودة في مكان ضليل مظلل، وتكون الظروف الجوية مواتية، ويفضل عدم تغذية الخلية على الإطلاق. و يعني في الغالب هاي الظروف هاي بهذه الطريقة بنضمن تسريع في تلقيح الملكة. أحمد البابلي سؤال طويل لكن سريعا، أي قسمة بعد 14 يوم من خروج العذراء، احنا حكيناها كثير، بعد 14 يوم من خروج العذراء إذا ما فيها بيض يجب أن تقوم بإضافة بيت ملكي، إضافة برواز فيه بيض ويرقات، وإذا بنى النحل بيت ملكي مباشرة هاي الخلية فيها مشكلة، فنقوم إما بإضافة بيت ملكي جديد مع أنه هاي الخلية راح تضعف، ماشي، لاحقا ممكن تدعمها برواز حاضنة أو ممكن تقرر أنك تضمها. أي ملاحظة، أي لحظة بتشعر أنه الخلية فيها مشكلة بسبب العذراء، أنها طلعت ما طلعت تلقحت، حط لها برواز بيض بيرقات، هذا راح يكشف لك أي عيب في العذراء. محمد شام، هل يسرح النحل على أشجار الزيتون؟ الزيتون البلدي اللي احنا بنعرفه في بلادنا لا، لكن هنالك من أصناف الزيتون المدخلة حديثا ممكن النحل، حتى الزيتون البلدي بسرح النحل عليه قليل جدا، لكن مؤشر ليس جيد. يعني إذا النحل راح باتجاه إزهار الزيتون هذا مؤشر صراحة غير جيد، لكن هنالك أصناف من الزيتون ممكن أن النحل يسرع عليها بشكل طبيعي. نعم. ونور الدين مقداد، عند نقل النحل من المناطق الحارة للمناطق الباردة برجع النحل للتطريد، هل في الحل؟ بدك تتعامل معه أساس أنه تطريد كما تحدثنا سابقا. برجع النحل للتطريد. نعم. سؤال من أرقم، هل صحيح أن العروق الموجودة في أجنحة النحل تعد بمثابة بصمة خاصة بكل سلالة؟ يمكن التمييز بين السلالات باستخدام هذه العروق. نعم. ما هي القابلة المنوية في الملكة؟ الملكة عندما تتلقح تأخذ يعني يتم تخزين السائل المنوي المستقبل من الذكور في حويصلة، هذه الحويصلة تسمى القابلة المنوية، وتقوم الملكة بالاحتفاظ بهذه الحيوانات المنوية طول فترة حياتها. عبد الله الشحود، هل نعالج بالأوكزاليك أسيد التقاسيم اللي فيها عذراوات؟ يا أخوان، تقسيمه فيها عذراء يجب عدم العبث فيها لمدة 14 يوم، لا معالجة ولا تغذية ولا كشف ولا تحريك ولا شيء، قسمت القسمة حطيت فيها عذراء 14 يوم بعدين بفكر أني أقوم بأي إجراء. أحمد تليكوم، كيف بدنا نخلي النحل يبني شمع السنة الماضية؟ إذا كان الشمع جيد ببني النحل ما عندك مشكلة، إذا كان الشمع سيء أنا أنصحك أنك ما تستخدمه. يعني في ناس بحطوا برشوا عليه شوية مي سكر والآخري، لكن لا أعتقد أنه هذا راح يكون حل. يعني الأفضل إذا النحل بناه أموره تمام، ما بناه حاول أنك تغيره. سؤال من بخاري علي بيقول لي، ما رأيك في مركب قفاص هجين أول؟ يعني لإيش؟ لماذا؟ هسا إذا أنا بدي خلية للعسل ممكن تكون F0 مش كويسة للعسل، فلأي سبب أنت بتسألني شو بدك الجواب؟ ثانيا بيقول إذا طردت خلية بدورين طابقين ماذا أصنع بها أنا؟ أنا أقوم بتقسيمها مباشرة، أقوم بتقسيمها وأقوم بتعليم هذه الملكات أنها ملكات تطريد، ماشي، أو خلية طردت، لاحقا بقوم بتغيير هذه الملكات في الوقت المناسب. ومحمد خرمة بيقول لي، كيف نحرر الذكور من العاسر عند وضع الحواجز؟ في كثير من النحالين بيقوموا بفتح بوابة خاصة للنحل من العاسرة، بيكون النحل اللي في العاسلة له أيضا مدخل زي الخلية اللي تحت بيت التربية، بحيث أنه النحل والذكور بيكون فيه لهم مخرج. الآن إذا ما بدك تعمل هذا الإجراء، ومعظم النحالين ما بيعملوا هذا الإجراء، ممكن أنت كل ما تكشف على الخلية هاي حاول أن تقوم بتكون الذكور كلها بتلاقيها مجمعة، يا بتلاقيها مجمعة على فوق العاسلة، فمجرد ما فتحت الغطاء الداخلي بتلاقي الذكور طلعت تحررت، أو إذا أنها مجمعة عند الحاجز برفع العاسلة بحطها على جنب، برفع الحاجز الملكات بطير الذكور إذا أنت بحاجتهم،
وبهذه الطريقة بنحررهم. بغير هيك بده يكون في بوابة خاصة للعاسلة بيطلع النحل منها وبتطلع الذكور منها. أبو سفيان، سمعتك كثير تردد عبارة الشمع الممطوط، فهل النحل يبني الإطارات أم يمطها؟ لا، النحل يبنيها. الممطوط هو عبارة عن لفظ، أنه هو عبارة عن صار ثلاثي الأبعاد، بدل ما كان ثنائي الأبعاد صار ثلاثي الأبعاد فقط. أما هو النحل يبني الشمع ولا يمطه مطا، بحط الشمع، بيبني الشمع ثم يقوم بتشكيل الشمع، وهو بيكون ممكن يكون على شكل مط. نعم. يرسل بيقول، أيهما أفضل، ملكة الطوارئ أم الأم القديمة التي بها تقصير كبير في وضع البيض؟ لا شك أن ملكة الطوارئ إذا كانت فتية ستكون أفضل من الملكة القديمة اللي فيها مشكلة وضع بيض، لكن ليست الملكة الأفضل على الإطلاق، هنالك ملكات أفضل من ملكات الطوارئ. ومحمد طالب بيقول، ما هي الطرق التي يمكن توفيرها للنحل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة؟ العزل، التضليل، مصدر ماء جيد. وجمال الطبيعة تعليقا على فيديو زيارة المنحل بيقول، النحل أبدا ما كان هادي، شو السبب؟ لا، هو صراحة هادي النحل عندي، ممكن في بعض الخلايا قد تضوج نوعا ما، لكن إجمالا النحل عندي هادي الحمد لله، ما بعاني من مشاكل الشراسة. طيب عبد الله، بعض الأسئلة الجيدة، بعد نقل البيوت الملكية من الخلية البادئة إلى المتممة، هل ستطرد الملكة الأم في الطابق السفلي؟ لا، بعد إغلاق البيوت الملكية لا تطرد. هل ستكون هنالك آثار سلبية على الملكات إذا قفصت على البيوت الملكية بعد يوم من إقفالها؟ بمجرد ما أقفلت البيوت الملكية قفص عليها، ما عندك مشكلة، النحل لا يحتاج إلا فقط إلى الحرارة بعد ذلك البيوت الملكية. سؤال الثالث، إذا قام بإنزال العلوي المتممة، الطابق الثاني اللي فيه البرويز اللي هو المتممة، نزلها مكان السفلية وأخذ الملكة في الطابق التربية قسمها، يعني هل سيستمر النحل في متابعة فقط تدفئة البيوت؟ نعم، هسه احنا ممكن تنقل البراويز هذه من البادئة للمتممة، تمام؟ النحل أغلق على البيوت الملكية، هل أستطيع أني أشيلهم من المتممة وأحطهم في مكان آخر؟ ممكن ترجعهم لأي خلية ثانية فقط يحافظوا على الحرارة، ممكن تحطهم في فقاسة عادية وتخلي النحل يدير بالها أو الفقاسة يدير بالها على الحرارة فقط. علي بيقول، كيف نحفظ ملكة ملقحة احتياطية وكم مدة حفظها؟ يعني ممكن حفظها في قفص في خلية ميتمة لفترة جيدة لا بأس بها، ممكن تعمل بنك ملكات عبارة عن نحل حاضن صغير بالعمر تحط فيه الملكات، ممكن تحط الملكات في الطابق العلوي الثاني زي المتممة، فكرة المتممة، ويكون فيها نحل حاضن وتحط فيها ملكات، ممكن. وسؤال آخر من علي، هل فحص النحل اليوم يضعف الخلية؟ لا شك، ليس جيد إنك تظل تفتح الخلية كل يوم، مش يعني يجب أن تتجنب الكشف المتكرر على الخلية. وليد بشوش بيقول، الخلية بدأت بتربية بيوت إحلال في موسم الفيض، راح قتل الملكة، هل قتل الملكة يسرع في بناء البيت الملكي؟ ممكن، نعم، لكن يعني الأفضل أنك استنيت حتى النحل قام ببناء البيت الملكي وأغلقه، ساعتها لو تخلصت من الملكة ما في عندك مشكلة. هل يقوم النحل بتربية بيوت إحلال وتطريد على يرقات كبيرة؟ لا، اللي بيبنيها على بيرقات كبيرة هي بيوت الطوارئ. محمد الصيادي، أيهما أفضل، تعليم الملكة قبل التلقيح أو بعد التلقيح؟ سيان، هل بعد ما نضع العاسلة بدون حاجز ملكي وصعدت الملكة إلى العاسلة واستقرت بها، هل يقوم النحل ببناء بيوت ملكية في بيت التربية؟ إذا بدون حاجز لا، أما إذا بوجود حاجز نعم، ممكن النحل يبني بيوت ملكية في طابق التربية. حورية، خلية من النحل الأسود، أنا والله ما فهمت السؤال لكن أحاول، خلية من النحل الأسود ظهرت فيها نحل أسود لكن بطنه أصفر، ظننت في البداية أنه غبار طلع لكن بعد سقوط الأمطار واستمراره في السلوح لم ينظف هذا النحل، ما دخل، ممكن يكون النحل بعد الأمطار برضو يسرح ويعني تكون الأزهار فيها حبوب لقاح كثير ويظهر عليها اللون الأصفر اللي هو غبار الطلع، ما دخل الأمطار وازداد عددهم، هل تفسير لهذه الظاهرة؟ لست محترفة جديدة في هذا الميدان، والله أنا صعب أن أحكم عليها من دون ما يكون في صورة على الأقل، صورة لهذه النحلات حتى نقدر نحكم، لكن إجمالا أنا مش شايف أنه موضوع اللون
والاصفر الى اخره، الموضوع شوي مزعج. الان في بعض الامراض، في بعض الامراض تتحول النحل الى نحل اسود لامع، هذا فيروس. اما انها تتحول لاصفر انا مش شايف انه فيها مشكله. وبهذا بنكون اتينا الى نهايه الاسئله الموجوده على القناه من قبل المتابعين. ان شاء الله نكون اجبنا على هذه الاسئله بشكل كافي. نلقاكم دائما على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.